صباح الخير. We start by drafting the strategic education and development master plan for the season 2024-28. As part of this organization, we organized the refereeing department and also the referees committee, which are now two separate bodies. ونتيجة للتعليم والتطوير الجزء التعليم والتطوير بقى عندنا شقين، شق اللجنة بتاعة اتحاد الكورة والشق الثاني اللجنة الإدارية أو الإدارة الحكام. We develop one refereeing digital platform. ومفترض في قاعدة بيانات، لا مش قاعدة، ديجيتال بلاتفورم أو منصة إلكترونية جديدة للجنة أو الحكام. So all appointment system and all assessment system will be now automatically. فكل طرق التعيينات الجديدة هتبقى automatically أو هتبقى automatically، مش هتبقى manual. We are going also to have a new assessment system. وبرضه هيكون في طريقه مراقبين جديده او طريقه جديده لتقييم جديد للمباريات. So these new systems allow us to be more efficient in management but also to have at the end of the season one refereeing ranking. بالفعل الدورات التأهيلية دي هتساعدنا كتير جدا، بس ده هتساعدنا أكتر في نهاية الموسم علشان يكون عندنا تقييمات لكل حكام. So in this way we decide the category 1 referees, category 1 assistants and the list. اللي حضراتكم شفتوه ده طبعا جزء من المؤتمر الصحفي. انا قلت انه التحكيم واحد من اهم الاضلاع الاساسيه في نجاح الموسم او نجاح منظومه الكره في مصر، وقلت القصه مش مرتبطه بس بالانديه ومصالح الانديه وقوه المسابقه ومبدا الشفافيه والعداله وتكافؤ الفرص، لكن مرتبطه كمان بعوده هيبه وسمعه التحكيم المصري اللي يمكن تكون اهتزت بشكل عنيف في المواسم الاخيره. اقول لك اهم ما جاء في تصريحاته. فضل. طبعا في قصه يمكن انا اللي سمع على حسب ما انا سمعت في كلامه، طبعا انه دي خطه تطوير التحكيم بدايه من الموسم ده لموسم 28، ده اللي انا سمعته لغايه سنه 28. اتكلم انه هيكون في كيانين منفصلين، كيان مختص بلجنه الحكام وكيان خاص باداره ملف التحكيم. اتكلم على انه هيبقى في نظام رقمي او سيستم يعني هيشتغلوا بيه في فكره التعيينات، بحيث انه تعيين حكام المباريات ما يتدخلش فيه اي عنصر بشري، وهيبقى في كمان في نفس السيستم ده نظام لتقييم الحكام ويتعمل لهم تصنيف. التصنيف ده في اخر الموسم يقول مين اجاد ومين ما اجادش، مين في نهايه او في ديل القايمه والترتيب، وبالتالي زي الانديه كده اللي في ديل القايمه ينزل للدوري الدرجه الادنى واللي طلع التوب من اللي تحت يطلع في الدوري الممتاز وهكذا. دي يعني اهم الحاجات اللي اتكلم فيها النهارده. تقييمك يعني لتجربه بيريرا عموما يعني قبل المؤتمر؟ مش شايفها تجربه ان شاء الله تكون ناجحه، يعني انا اتمنى ان اللي قاله ده ينفذ، واتمنى انه حتى لو الراجل ده في وقت من الاوقات حصلت مشكله ومشي نكمل على نفس السياق. شايف إنه شايف شايف انه قصه التحكيم في مصر عندنا مشكلة إدارة ولا مشكلة مستوى؟ يعني هو ده مستوى حكامنا بجد؟ مشكلة إدارة. شوف أنا يعني برجع كل حاجة لأصلها الطبيعي في الفشل إداريا. أنت ناجح إداريا، بتحط بلان لمخططاتك، بتحط او لطموحاتك. بس ممكن ابقى انا مدير ناجح جدا بس العنصر البشري اللي موجود عندي لا يصلح مثلا من يعني. ضمن لا معلش، ما هو من ضمن القرارات الاداريه الناجحه انك تعمل كوادر. دي من ضمن اهم القرارات الاداريه او المجالس الادارات الناجحه، ان يكون عندي كوادر بتتعلم من الخبرات اللي عندي او بتتعلم من النظام اللي عندي او النظم السليمه المطوره
عندي ان يكون عندي كوادر بطلعها عشان تستفيد من ده، وعشان يبقى عندي كوادر تقدر تكمل. ولو انا ما عملتش كوادر يبقى انا ما بنجحش، اكيد هيجي في وقت وقع وافشل زي ما بيحصل طول الوقت. لكن الراجل بحقيقة بيشتغل نظام الرقمي ده هايل جدا، لانه بعيدا عن اي تدخل بشري، وكمان بيعمل لك سيستم طويل الاجل شويه، لانه بيحسب كل ارقام الحكام، مستواهم دلوقتي وصل فين، بعد شويه اختياراتهم هتبقى عامله ازاي، بعد سنه ارقامهم عامله ازاي. هي يعني هيعمل لي تصفيه كبيره جدا جدا لحكامنا، واعتقد ان هيكون في معايشات وهيكون في دراسات كتيره جدا الفترات اللي جايه ومحاضرات كتيره جدا. ومن ضمن الحاجات اللي قالها كمان انه في الحكام اللي هيحكموا او هيحكموا ماتشات الدوري المصري 36 حكم، منهم 7 دوليين و57 معاهم 57 مساعد، منهم برضو 7 دوليين. اللي كنت مستنيه الحقيقه في قصه الفار، انا هاجي لك للمشاهد شويه عشان برضو نفهم عقليه المتلقي عامله ازاي، عشان تقدر تشوف الناس مستنيه منك ايه. فكرة انه انت بقينا بنشوف في اوروبا مثلا النهارده انه طبعا الفار منظومة تانية مختلفة تماما تقنيا، يعني كان تقنيا عن المنظومة اللي موجودة عندنا. لكن احنا عندنا حالات الجدل، بالذات حالات الجدل التحكيم، تعرف اذا كان المشاهد العادي بيخش في الديبيت بتاع كرة دي صح او قرار ده صح او قرار ده غلط، انا بقلب بعد الماتشات بلاقي في استوديوهات التحليليه حكام دوليين كانوا يعني كانوا حكام حد بيقول اللعبه دي ضربه جزاء، وحد يقول لك لا مش، حد بيقول لك ده كارت احمر، وحد فما بالك بقى بالمشاهد العادي يعني يعمل ايه. الفار ده لتكمله النسبه القليله اللي بيخطا فيها الحكم، صحيح. يعني هي بتكمل لي نسبه 100% عشان اوصل للقرار السليم.